أفلح من صلى على محمد وآل محمد. إخواننا اللي خارج المسجد، نتمنى منكم الدخول والجلوس، لأن عندنا قنوات فضائية وإعلاميين إخواننا الكرام الطيبين اليوم جايين يقلون صورة عن أهالي خانقين، وإحنا كل إحنا خدام لكم وجايين اليوم لكم ضيوف. فاللي نتمنى من يمكم تنقلون أجمل صورة عن هذا المكان وعن هذه المدينة الجميلة وأتباع أهل البيت، أتباع علي بن أبي طالب. أهلا وسهلا بكم، استريحوا حبيبي استريحوا، حافظونا على الهدوء. نظموا مكاناتكم جزاكم الله ألف خير حتى نبدأ ببرنامجنا، جزاكم الله ألف خير. استريحوا شبابنا اللي واقفين برا بالباب، بس قواتنا الأمنية حشدنا، خلوهم اللي على الأمنيات، اللي ما عنده شغل يدخل جوه. استريحوا جزاكم الله ألف خير. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. على بركة الله يقيم أهالي خانقين بالتعاون مع مجموعة شركات الحاج حازم الشكرتشي حفل بمناسبة ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى، سائلين من الله أن يرزقنا شفاعته بالدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد، لكن بأعلى الأصوات. دواوين 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 صوت الفرحة هالليلة، دواوين 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 صوت الفرحة هالليلة، دواوين اللي يناشد عن دوا قلبه، اللي يناشد اللي يناشد عن دوا قلبه، دواوين دواوين نقل للحسن فاتح لك، نقل للحسن فاتح لك، دواوين دلة وتكرم اخلاق وحميه. صلوات معنا حضر الى هذا المكان حضر إلى هذا المكان أخينا وحبيبنا الشيخ المفوه القارئ الدولي الشيخ ميثم التمار،
فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ديان الدين، غياث المستغيثين، صريخ المستصرخين، حبيب قلوب المؤمنين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهل الكرم والفضل والجود والإنعام الذين ما خلق الله سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضية إلا لأجلهم ولأجل مودتهم صلوات الله وسلامه عليهم، حيث قال في محكم كتابه العزيز وخطابه المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالأنبياء والمرسلين كانوا عندما تتم الرسالة يسألون أقوامهم فيقولون: لا نسألكم عليه أجرا، إنما أجرنا على الله، لأنكم لن تستطيعوا أن توفونا أجورنا، يعني أجر البعثة قيمتها استحقاقها. شوية حافظوا على الهدوء الأخوة بالباب جزاكم الله خير، هذا المكان منا فاضي، فاللي يحب من الأخوة سووا طريق حتى يتفضلون يقعدون بهذا المكان ونظموا مجلسكم، وإحنا إن شاء الله قليلين والمكان واسع إن شاء الله، فاللي ما إلى مكان هذه ميمنة المنصة فارغة، فتفضلوا. إيه تفضلوا جزاكم الله خير، لأن إحنا 20 نفر واقفين بالباب سادين الباب، وعشرين يقولون تفضلوا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. فكان أجر رسالة النبي الأكرم، التفتوا جزاكم الله خير، فإن للحديث تتم ووصل مع بعضه، والكلام كالحلقات المتواصلة، إن انقطعت حلقة ذهبت الأخريات، أو الكلام كخرز المسبحة فإن انقطع خيطها تناثرت،
ما اعتقد اكو واحد يوم من قطعه سبحته قدر يلمهن كلهن. فلنلتفت جزاكم الله خير. فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسال اجر رسالته الموده في القربى. والموده ليست قول باللسان، وحتى المودة لا يترجمها وقع في القلب، بمعنى أني أتعاطف معك، فهذا ما أقصده بالوقع في القلب، أي التعاطف، العاطفة الفارغة، ولا القول الفارغ. فتارة أقول لك أني أحبك، أني أحترمك، أني أقدرك، ولكن فعلي يخالف قولي. فهل لهذا الحب أو الاحترام أو التقدير نفع؟ لا، هيك ما إلى نفع. وتارة إني أترجم مشاعري تجاهك، بمعنى إذا أصبت بمرض أغتم لأجلك، أتأثر. إذا نزلت بك نازلة لعلي أبكي عليك، أصل حد البكاء، حد التعاطف معك يصل حد البكاء عليك ولأجلك. ولكن مثل ما نقول إحنا بالعربي، لما توصل السالفة للعظم أتبرى من عندك. للعظم يعني شنو؟ يعني لما يوصل الموضوع حد انه يا اما انا معك او ضدك، يا اما اقف معك بكلي او اعرض عنك فانا اتركك، فما الفائده من التعاطف؟ وهذا المعنى الاول الذي يترجمه غير اتباع اهل البيت عليهم السلام. فعندما تتكلم معهم يقولون لك نحن نحب اهل البيت، نقدر أهل البيت، نحترم أهل البيت، ولكن بلا أن يترجم هذا الحب والتقدير والاحترام بالفعل، بالسلوك. فلذلك تجده قولا فارغا بدون اتباع، قول فارغ يصبح ما له قيمة. والثاني المثل موجود عند أتباع أهل البيت عليهم السلام، فهم كذلك ممن يدعون اتباع أهل البيت، يقولون نحن نحب أهل البيت، نتبع أهل البيت، نحزن لحزنهم، نفرح لفرحهم. ولكن التفت جزاك الله خير، عندما نأتي إلى الساحة نجدهم طرائق قددة، متفرقين، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا الأمر لا يريدونه أهل البيت عليهم السلام. لا يريدون منا أن نكون بالمثل الشعبي وجوه المتوالفة وقلوب المتخالفة، هي هاي. وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وجوه المتوالفة وقلوب المتخالفة، هذا مثل شعبي يترجم الآية المباركة. ولقد أصبح هذا المثل مثله كثير في المجتمع، عجيب. تجد، اسمعني اسمعني، تجد مجموعة من الشباب في ريعان العمر، عمرهم متساوي، يجلسون، يسافرون، يسهرون، يفرحون فرح واحد، يحزنون حزن واحد، ولكن عندما تفرقهم تجد هذا يطعن بذاك، وذاك يطعن بهذا، وهذا يتكلم على ذاك، وهكذا. أنت عندما تراهم تفرح لأجلهم، تقول هذولي والله ما شاء الله، يا أخي شلون مجموعة هذولي طيبة. لكن لما تجي تدخل بالعمق إيش تلقى؟ تجد لا، أن هناك فوارق، وتجد أن هناك
مخفيات كثيرة، هذا الأمر لا يحبونه أهل البيت. شيخ ميثم، لماذا تتكلم بهذا الكلام في مولد الإمام الحسن عليه السلام؟ ما المناسبة؟ واحد بيكم سيقول هذا الشيخ جاي يتكلم، ما المناسبة من هذا القول؟ أقول لك، لأن صاحب الذكرى الحسن بن علي عليه السلام خرج معه جيش جرار تحسبهم جميعا، الله، جيش فرح به الإمام الحسن عليه السلام، الناس فرحوا كلهم تحت أيادي الإمام الحسن عليه السلام، لكن في ليلة وضحاها لم يجد معه لا ناصر ولا معين. حاله حال مسلم بن عقيل كذلك مثل، حاله حال الحسين عليه السلام كذلك مثل آخر، الذي بايعه كم من الناس وخرج هو من مكة، من المدينة إلى مكة إلى الكوفة أو كربلاء، حتى جاء على رسائلهم ومبايعتهم فلم يجد منهم أحدا ما عدا الناس اللي خرجوا معاه من المدينة ومن مكة والذين رافقوه في الطريق، وكم نفر جزاهم الله خير اللي هربوا من طوق عبيد الله بن زياد. خلاص، هسه شفت مناسبة الكلام ماذا؟ إذن لا، هذا الموضوع ليس جديدا. فنجد اليوم، نجد اليوم أن المجتمعات المتدينة الموالية لأهل البيت عليهم السلام، نجد أن الآخرين يحاولون تفكيكها بشتى الطرق، كما أنهم وجدوهم مع الحسن عليه السلام مجتمعين فحاولوا تفكيكهم بماذا؟ التفت. أهلاً وسهلاً، تفضلوا، خلوهم يتفضلون بهدوء، جزاكم الله خير، أهلاً ومرحباً، أهلاً، رمضان كريم، تقبل الله أعمالكم، أهلاً وسهلاً. خلي بالك وياي شوية، تفضلوا، استريحوا، استريحوا. مضيف الإمام الحسن، أينما تجلسون، لكم الكرامة، تفضلوا. إذا بدأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذكره، ارفعوا أصواتكم بالصلوات عليه وعلى آله. ثانية، غفر الله لكم. على حب الإمام المجتبى. الثالثة، بأعلى أصواتكم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلي فكرك بالك وياي، كان معه صحابة أو لم يكن؟ كان معه صحابة. الصحابة الذين كانوا مع رسول الله كانوا متساوين بالعمر لو مختلفين بالعمر؟ سؤال، مختلفين. تجد واحد من الصحابة عمره 80 سنة وواحد عمره 11 سنة، أمير المؤمنين غلام عمره 11 سنة، لذلك قالوا أول من أسلم من الشبان وغيره أول من أسلم من الشيوخ الكبار. المهم ما يطوف فضل، التفت، قسموهم شبان وشباب، مختلفين بالعمر، مختلفين بالمكانة. نعم، مختلفين بالمكانة، لأن بني هاشم كان لهم مكانة مخصوصة، غيرهم من القبائل لهم مكانة مخصوصة، العبيد لهم مكانة مخصوصة، الأعاجم لهم مكانة مخصوصة، العرب مختلفين. التفت، فلما رأوا، هسا أنا قلت لك راح نبدي من النبي، وإلا لو أردنا أن نبدأ كون نرجع وين؟ نرجع النوح، نرجع النوح عليه السلام، لكن هو نفس المثل ينطبق، ونجي لموسى عليه السلام نفس المثل ينطبق. قوم فرعون وبنو إسرائيل يختلفون، قوم فرعون الطبقة الغنية، بنو إسرائيل الطبقة الأدنى منهم، لذلك قال له وتلك منة تمنه علي أن عبدت بني إسرائيل. قوم فرعون ذلك، ذلك موضوع آخر،
دولاك الطبقة الراقية. فالنبي صلى الله عليه وآله التف عليه وآمن به. منو؟ عمار بن ياسر، المقداد، هذول الطبقة المسحوقة الفقيرة اللي هم نفسهم من قال عنهم المولى تبارك وتعالى مع نوح، آمنوا مع نوح فقالوا له لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم شنو؟ تقرون قرآن؟ انتم برمضان، احنا هسه برمضان هم ما تقرون قرآن؟ لو بس تسمعون وما تقرون وتسمعون وما تحفظون، وقبل الفطور بساعة والحجية تطبخ والقرآن يقرأ وانت ما تدري بالموضوع، انت مشغول شو وقت ينزلون الصينية، هم تحفظون برمضان قرآن؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ليش يقولون للنوح عليه السلام بادي الرأي؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، انت وربعك كذابين اصلا. نفس المقولة قيلت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له انت شنو شتريد؟ انت الذول اللي اتبعوك كلهم. فد يوم من الايام النبي، ما اريد اطيل الوقت عندنا محصور، يوم من الايام النبي صلى الله عليه واله وسلم جالس مع سمية ومع عمار، عمار وامه، جالس النبي صلى الله عليه واله، فمر عليهم احد الصحابة الاغنياء الزناقيل اهل الفلوس، عرفت؟ وقف هذا على الفرس مالته، قال: يا محمد إن لنا معك لشغلة، محتاجينك، تفضل ويانا. قال له: انزل من على ظهر جوادك، تفضل استريح، عندك شغل وياي؟ تفضل نتكلم. قال: لا، حتى تقوم من هؤلاء الذين اتبعوك على رغيف الخبز. ترى لا عبالك ذول يحبونك، ذول لأن أنت بيك دبوقة، هيك نقول احنا، هذول انت شويه بيك مصلحه، ترى متبعينك على فليسات، على تطيهم انت خبز وتمر ومي واكل، يمشون وراك، لا عبالك مصدقين برسالتك ونبوتك. ليش استشهدت بنوح؟ لان النبي صلى الله عليه واله رد عليه بما رد عليه نوح، قال له: وما انا بطارد الذين امنوا. انا ما اطرد الذين امنوا، خلوا بالكم وياي لان احنا الظاهر هذا الكلام ما ينتهي. قال له: وما انا بطارد الذين امنوا. ها، يعجبك؟ تفضل، ما يعجبك هم تفضل. فهو هم دار وجهه وراح، ما نزل حتى. الامام الحسن عليه النبي عانى نفس المعاناه، قالوا له: ذول بعض اتباعك اعاجم، ذول ما يعجبوننا، لذلك وصلت به الحاله. شنو قال؟ قال: سلمان منا أهل البيت. ليش؟ لأن هم صاروا يعيرونه، يقولوا له: أتباعك عاجم، أتباعك فقراء، راحت الأمور، وصلت للإمام الحسن عليه السلام كذلك، بصرر من الدنانير جيش الإمام الحسن تفرق عنه، فلم يبق معه لا ناصر ولا معين إلا الثلة القليلة الذين لا يستطيع أن يواجه بهم جيش معاوية بن أبي سفيان. كذلك سيد الشهداء الحسين وسبقه سفيره مسلم بن عقيل. اليوم نمر بنفس المعاناة كذلك. تجد شيعة، هذا رباط الحكي، رباط الموضوع. اليوم تجد الشيعة في بعض الأماكن كذلك مثل ما كانوا مع نوح، شيعة نوح، لأن هو شيعة إبراهيم نفسهم، وإن من شيعته منه لإبراهيم، من نفس الشيعة ترى. إيه، إحنا لا، من تريد تقول الواحد شيعة يقول لك: ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، يقول لك ذول شيعة. لا، إحنا نقول له: وإن من شيعته لإبراهيم. شنو كانوا شيعة؟ أي وين ها؟ فمن شيعة إبراهيم إلى شيعة نوح إلى شيعة موسى إلى شيعة النبي صلى الله عليه وآله، شيعة الحسن، شيعة الحسين، واليوم شيعة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. شوفوا كلكم مديت وديكم على رأسكم. ليش؟
لأنه أنتم تعتقدون الآن الإمام الحجة موجود وقاعد بنصنا ومسؤول علينا وحي يرزق، واحتراما وتقديرا وتقديسا له نمد أيدينا على رؤوسنا، ومن يقرؤون دعاء الافتتاح يوميا ويقولون وصل على ولي أمريكا القائم، هم كنا نوقف ونحط ايدينا على رؤوسنا، صحيح لو لا؟ لأن نعتقد أنه هو موجود بيناتنا. إذا نحن شيعة من؟ شيعة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. وهو ينتظر 313 نفر مخلصين معدودين على أصابع، 313 نفر. أقول إذا توفر له 313 المفروض شو يسوي الإمام؟ يظهر؟ يعني بعد لحد الآن ما لاقي له 313 نفر بينا لحد الآن، التفت بعده ليش؟ لأنه يجدنا وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اجتمعوا إخواني على قول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، الحسن ولي الله، الحسين ولي الله، علي بن الحسين ولي الله، محمد الباقر، إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اجتمعوا على هذا القول، فإن اجتمعتم على هذا القول فلن يفرقكم أي قول آخر. أسأل الله أن تكون هذه الولادة ولادة خير وبركة وأمان. يا شيعة أمير المؤمنين، يا شيعة هذه الولاية المباركة والمدينة المحترمة المجاهدة التي قدمت الكثير للدين والمذهب، أوصيكم بتقوى الله وأن تكونوا، احنا ما أحس بها لذة ذا ما أقولها بالشعبية مالتنا، تكونوا قلب واحد، قلب واحد صيروا، قلب واحد. وأحيوا أمر أهل البيت، فبإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام هذه المجالس وهذه التجمعات هي التي تجمع القلوب، هي التي تقرب النفوس، هي التي تذلل الصعاب. فعليكم ما استطعتم بالحضور في مجالس أهل البيت والالتفاف حول أهل البيت ومن يمثلهم وإقامة مجالس أهل البيت. العشر معشار جودك ما وصل كل جود يا أبا محمد، العشر معشار جودك ما وصل كل جود، وساعة مولدك بيك الكرم مولود، ساعة مولدك بيك الكرم مولود. بابك مثل باب العرش ما مسدود. انتم اهل الخانقين هم تحبون الهوسات مثلنا احنا اهل الجنوب لو لا؟ صدق والله يعني تهوسون ويانا ذا هوسنا؟ اي زين، نعمة نعمة. لا شو يقولون ما تهوسون انتم كراد ما تعرفون الهوسات؟ فخو ما تهوسون هوسات كردية؟ اليوم ليلة فرح كون، ها ليلة فرح وسعادة. العشر معشار جودك ما وصل كل جود، وساعة مولدك بيك الكرم مولود. بابك مثل باب العرش ما مسدود، ومفتوح باب الله وبابك مفتوح باب الله. صفقة وياها، مفتوح باب الله وبابك مفتوح. هلا ايه، مفتوح باب الله وبابك. شجعني شجعني شجعني، مفتوح باب الله باب مفتوح. ايه هذا الحضور كله بس واحد يقول لي اعد، يعني بس عجبت بس واحد منكم هاي الهوسة؟ شلون؟ ها زين هسه عجبتهم كلهم. العشر معشار جودك ما وصل كل جود، وساعة مولدك بيك الكرم مولود. بابك مثل باب العرش ما مسدود.
مفتوح باب الله وبابك مفتوح. مفتوح باب الله وبابك. كل هاي الكرامة والشجاعة البيك، كل هاي الكرامة والشجاعة البيك، ربك من محمد ما أخذ ومنطيك. لعد الرسول شنو؟ كل هاي الشجاعة اي كل هاي الكرام والشجاعة البيك، ربك من محمد ماخذ ومنطيك، ومن نور النبوة الخالق مسويك، ويشوفونا يا الجدك بيك يشوفونا. ها لا عبال عبال صدق تعرفون تهوسون شو باردين. لا ها لا لا اوقف خلنا نزع العبايه. لا 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 شغلتكم تعبانه. لا يراد لكم بعد هذا هيك المله ما راح يقرا مله محمد هيك يشوفكم مي. انا جاي احميكم حتى هو يقرا لكم بعدين. سيد رفعت شلون راح يقرا لكم شعر؟ علاوي شلون راح يقرا لكم موالات؟ عايشون هاي عمي ترى ساعة ونص احنا نمشي بالتراب يلا وصلنا لكم. كل هاي الكرامة والشجاعة ربك من محمد ماخذ ومنطيك، ومن نور النبوة الخالق مسويك، ويشوفونا يا الجدك بيك يشوفونا يشوفونا. هايلك هايلك من نور الحسن إلى الشاعر خادم الحسين ناظم الحاشي، من نور الحسن هاي الوجوه تنور. اي والله من نور الحسن هاي الوجوه تنور، ولا خلوا كتاب المصطفى مهجور، على طول السنة الخدام، على طول السنة الخدام، غيرة 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 تفور، ويحضرونك المجلس صار يحضر والنعم يحضرونك المجلس صار يحضرونك المجلس صار. الأخيرة حتى الشباب يأخذون إن شاء الله استحقاقهم. يا سيد شباب الجنة ما ننساك، وعذرا يا الحسن لو قصرنا وياك. يا سيد شباب الجنة ما ننساك، وعذرا سيدي لو قصرنا وياك، اليوم بباب جودك كلها تترجى، اليوم 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 بباب جودك كلها تترجاك، وترعاها مولاي بعينك ترعاها.
بعد ترعاها مولاي بعين ترعاها مولاي. نرجع نرجع ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا شيخنا القارئ ميثم التمار على هذه الكلمة الطيبة وهذا الصوت الجميل. نسأل الله ببركة الإمام الحسن أن يقضي حوائجكم جميعا بحق محمد وآل محمد. أكرر شكري وتقديري لكل أهل الخانقين الكرام لحضورهم المميز الجميل. أكرر شكري لمجموعة شركات الحاج حازم الشكرتي اللي جعلنا نلتقي بكم إن شاء الله. كل التوفيق إلو إلكم بحق محمد وآل محمد. أنا أريد على شيخ ميثم بهاي المقطوعة بما أنه قرأ لسيدي ومولاي الإمام الحسن، أنا راح أقرأ لمن نصر الإمام الحسن في هذا الزمان الحشد الشعبي لكل صنوفهم أبطال المقاومة قواتنا الأمنية. شو نقولهم؟ كل شي انطيتهم بس كل شي ما عاجب، كل شي انطيتهم بس كل شي ما عاجب، وكل هذا وقلت حب الوطن، وكل هذا وقلت حب الوطن، وكل هذا وقلت حب الوطن واجيب، ما تاجر بقاع الحشد رد القاع، انا ما تاجر بقاعي الحشد رد القاع، ولك والعين ما تتعلى على حاجب، اعرفك مو كفو جبت الشجاعة منين، وجيت ودورت مغلوب لو غالب خلها مدثرة، خلها عمي خلها مدثرة، نعرفها كل الزين لا توقف قبال وتنسل الشارب، بول هالشردت من تالي جاي تقول شنو سوى الحشد رايح على الراتب، بول هالشردت من تالي جاي تقول شنو سوى الحشد رايح على الراتب، وما عفناه وما عفناه صد بس ما عفناه، الآن جاء دور شاعر حضر معنا من قلب العاصمة بغداد، تارة أراه يكتب القصائد الحسينية وتارة أراه يدافع عن المرجعية وتارة أراه يناصر أخوته في الحشد الشعبي والعراق وقواتنا الأمنية. شاعر العراقي الكبير الأخ العزيز رفعت الصافي، حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله استريح برك. سادة الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لنا ولكم ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، ولكن بأعلى أصواتكم. سعيد جدا بتواجدي بين أخوتي وأهلي وأنا أقرأ أمام هذه الوجوه الطيبة والنيرة
في مدينة خانقين. أسأل الله لكم التوفيق الدائم. حقيقة حاتم الطائي الكل يعرف أنه العرب أو بعض العرب يتفاخرون بكرمه، وهذا الشيء من حقهم، وللأمانة الرجل كريم جدا، حتى الرسول أنه من فك قيد بنته بالأسر قالها احتراما أو إجلالا لكرم حاتم الطائي أبوك. فأنا أقول هو ذبح الفرس مالته وقالوا عليه كريم، فكيف باللي قدم ابنه ذبيح في سبيل الله الإمام الحسن سلام الله عليه. فمن هنا أقول أنت وموش حاتم للكرم آية، إذا قارنت ألقى الفارق هواية، ما عونك حفر بير بصوان البيت، ما عندك وتطبخ لليجح شاية، كم تفضل من أنكت الباب تطيح، معزب وليشهبك يرجع كفاية، ما عندك جدر ينزع هدوم السود، برماد الجمر دلتك محناية، ثوبت الرطب بالغلا بوقت الناس كانت للكرب والسعف جناية، مشانك كان فارغ لمن صار زماط بالطف، والمعذب علم سناية بيض وجهك بملقى الرقب عباس علق روسهم خرخاشة بالراية. خادم خادم ما عندك جدر ينزع هدوم السهود، برماد الجمر دلتك محناية، ثوبت الرطب بالغلا، خادم انت وموش حاتم للكرم آية، اذا قارنت ألقى الفارق هواية، اذا قارنت ألقى الفارق، ما عونك حفر بير بصوان البيت، ما عندك وتطبخ لليجح جاية، كم تفضل كم تفضل من انكت الباب تطيح، معذب وليشهبك يرجع كفاية، الحنطة بحوشكم ما تستقر يومين، قد ما تنحصد للوادم الجاية، شفك شفك الحنطة بقاعكم ما تستقر يومين، قد ما تنحصد للوادم الجاية، شفك بالسجود يضخ نفس للقاع، إذا ترفع يديك تموت الولاية، مكانك كان فارغ لمن صار زماط بالطف، والمعذب علم سناية بيض وجهك بملقى الرقب عباس علق روسهم خرخاشة بالراية. العباس ايش قال بالعاشر؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مبدع الأنوار ومولج الليل في النهار، أما بعد أيها الأخيار ويا أنصار آل الله الأبرار، أنتم لب البرية وخلاصة الخليقة، ألستم تعرفوني؟ أنا هيبة الجبار، أنا طلبة الكرار، أنا صاحب سيف ذو الفقار، أنا القبل الصباح الخير يتعنى، من دقيت رجلي العلقم الدنة الصدرته، أنا القبل الصباح. العباس يقول أنا القبل الصباح الخير يتعنى، من دقيت رجلي العلقم الدنة السطرت على النهر، قاموا بصفه يصيح أول مرة شوفه وجه بيحن بلم، السطرت على النهر، قاموا بصفه يصيح أول مرة شوفه وجه بيحن، يقول العباس من قالوا علي فن يعبر فن، قمت العلقم اتخاصر وشبخنة، من قالوا علي فن يعبر فن، قمت العلقم اتخاصر وشبخنة، جرف قل الجرف شد بي علق لو جاك، بالكب دفتر الخدمة يسجن، السجاد يقل أم البنين يقل 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 يا ستار من طبلهم بحيله،
بعب نسوانهم رقضوا مقابيله، واحد قال للآخر شوف لك شيله ونعم صوتك ليش كبينة، من قالت لخيت توكل على الله رجيف الجيش هسكاروك عبد الله، بس اندار عن زينب قصر صلى كل خطوة بلا زينب ديرة، كل خطوة بلا زينب ديرة، قالت لك صبيهم يا براس الحار أريد تحوك منهم بسط للزوار، وعوف الخاطر تشم رقبة للمختار، من كل مية خطي لك هامة من قد ما التفتوا يوم بيهم غار، عظم الترقوة من الخوف مغزل صار، صحوا يا أبو فاضل ممكن استفسار كم شط تريدوا تعفينه، قال لهم جهنم مني ما أخوذه على راس أبو فاضل ما تشد خوذه، أنا أم من الزغر شدت بدي عوذة هدوان أمك كتبت بيها هدوان أمك، كل الشكر للواء 110 الحشد الشعبي على الجهود المبذولة ولقواتنا الأمنية. هي رسالة أتمنى أن تصل من خلال هذه المنصة. جوني وصالحتهم قلت ينعدلون، خلي بالك وياي، جوني وصالحتهم قلت ينعدلون، بتشولي ووافقت ما سرف نرداني، جابوا لي الرمح قالوا لي نزل الراس، وبس درت الوجه حطوا رمح ثاني، الكاتلهم علي موش الحكم وجاه، قمت احلامهم يلغون باذاني، مناصبكم عقلكم كلها فدوة تروح لتراب اللي يدوس علي السستاني، عظمي عظمي ولحمي شيعي ودمي عباس، أدخن مرجلة من أشتم رزية موش ابن الطرب وتمرقص الكوس، لا ابن خانقين الرافضية. أحسنت. ايه اها احسنت احسنت، الله يبارك فيك، أدامكم الله، الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كل محبين أهل البيت في هذه المدينة المجاهدة الكبيرة الكريمة، نسأل الله لكم التوفيق لكم ولعوائلكم وأنتم على خطى سيدي ومولاي أبي عبد الله الإمام الحسين. الآن حتى ما أطيل عليكم جاء دور الصوت الكبير الذي دخل لكل عائلة عراقية، الأخ العزيز والمتواضع جدا خادم الإمام الحسين محمد الحلفي، حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله صابك أعصابك يا الله صابك،
شلون تشوفون؟ يا الله. الحضور جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم إن شاء الله، أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العطرة ولادة الإمام الحسن المجتبى. سائلين الله العلي القدير أن يوفقكم لخدمة أهل البيت عليهم السلام. شكرا للأخ والحاج الكبير والطيب حازم الشكرتي على ما قدمه في هذه الليلة المباركة، وأهالي خانقين الطيبين ربي يحفظكم إن شاء الله جميعا ببركة الصلاة على محمد مع رفع الأيادي وآل محمد بأعلى أعلى أصواتكم. غرامك غرامك يا الحسن تارس عيون الليل، مقدمك ووصفك يا بعد قدي انت اول صباح يغازل النعناع، وانت اول ندى على الورد متبدي من قد ما كريم، من قد ما كريم وترف طبعك شان تتحول فراش قبال المجدي صاحب ملقى دومك، صاحب ملقى دومك ما تريد ضيف مضيفك، مضيفك بالهلك المغرب ترشه، ما تعبر فقير الا وتدق الباب، ما تعبر فقير الا وتدق الباب، وحتى الطير توصل حصة العشاء، ما تاكل عشاك وتبقى ميت جوع، الاخر يتيم الاخر يتيم تشوف ويتعشى صلوات. بارك الله بارك الله. ما هو تشطش علينا؟ قول يا الله اعطينا مجال. اي يقول ديوان ديوان هلاهل بالسما وبالارض، ديوان هلاهل بالسما وبالارض، شنو ديوان مقصر لو كتبت عليك مولاي، مقصر لو كتبت عليك ديوان، إلك ثاية وإلك يا الحسن، إلك ثاية وإلك يا الحسن ديوان، يا عزم القاع وطيور الثريا صلوات. هسه اريد صفقه، بارك الله بيكم، ولو شيخ ميثم تعبكم بالهوسات. ها شيخ بارك الله بيك، الكل تشارك في دول عمرك. يقول ولد هالمسيه كريم الزكيه، ولد
المسيح كريم الزكية، صلوا على محمد وآل محمد. يلا بارك الله بك، ارفع ايديك، ارفع ايدك، جزاك الله خير. ولدها المسيح كريم الزكية، ولدها كريم الزكية، ولدها المسيح كريم الزكية. صوت لا تصفق، لا تصفق، دقيقة دقيقة دقيقة، بس ارفع ايديك، ارفع ارفع ايديك، هذه خانقين. يلا ابويا إن ولدها المسيح كريم الزكية، إن ولدها مخرج جواب، إن ولدها المسيح كريم الزكية، إن ولدها المسيح كريم. يلا يلا إن ولدها، يلا ان ولدها المسيح كريم الزكية، ان ولدها صفقة كريم الزكية، ان ولدها، يلا ان ولدها المسيح كريم الزكية. بعد بعد ان ولدها المسيح، إن ولدها المسيح كريم الزكية، إن ولدها المسيح صفقة، إن ولدها المسيح. بعد هل دار بيت أبو الحسن صار اسمه من هالليلة، هل دار بيت أبو الحسن رسمه من هالليلة، بيبان للجايع خبز والعند حاجة دخيله، والعند حاجة كراما الجايع الحسن كل من طلب ننطيله، حتى عدوانه حتى عدونا بهالمساء وقت الصلاة ندعيله، حتى عدونا بهالمساء وقت الصلاة. يلا يلا من الله هدية كريم الزكية، من الله هدية كريم، إن ولد إن ولدها المسيح كريم، إن ولدها المسيح، إن ولدها المسيح كريم صفقة. شاف محمد وابتسم بشبه من أوصافه، وين يدك وين يدك وين يدك، فوق فوق، يلا ارفع. الله شاف محمد وابتسم شبه من اوصافه، يا علي نادى فاطمه نشكر الرب الطافه، من رحره باسه وجنته من خده من نشفافه، كبر مذانات وشهد شن كعبه زار وطافه، شن كعبه زار. يلا يلا ايدك ايدك، ورث العلي كريم الزكية، ورث اي ورث العلي كريم الزكية، ولدها كريم الزكية، ولدها ان ولدها المسيح كريم، ولدها المسيح، إن ولدها المسيح. روح النبي اندارت بيك، ما بينك وبين حجاب، إذا قلنا الفضل والجود يم اسمك يسد الباب، مثلك ماكو مثلك صار لو طار الكرم ينجاب، مثلك ماكو مثلك صار لو طار الكرم ينجاب. اخوتها يلا يلا ايدك ايدك ارفع، اخوتها للضيف يصب ما يعيونه، للضيف يصب اي ما يعيون للضيف يصوب،
اي ما يعيون للضيف صم اقوى اقوى اي ما يعيون للضيف صم اي ما يعيون للضيف صم مو خوش جواب ها مو خوش جواب هذا تعبتوا شنكم يلا خلينا نعيدها روح النبي اندارت بيك لخادم الحسين علي الخفاجي روح النبي اندارت بيك ما بينك وبين حجاب اذا قلنا الفضل والجود يم اسمك يسد الباب مثلك ماكو مثلك صار لو طار الكرم ينجاب ها خوتها ها خانقينها ها النشامها ها الحشدها للضيف صب ما يعيون للضيف صب اي جواب يا عيون للضيف صب قبلك يا الحسن قبلك فلا ديوان سواء سفرة فاطمة الزهراء جيل الجيل خلاها يصب الغيرة لضيوفه ويصب الزاد وياها ها اخوتها ها النشامها حج حازمها ودلالك ما تبرد ساعة ودلالك ما بطيبة أعلى أخوة ودلالك ما تبرد ساعة ودلالك شجعوا الملة شوية ساعدوه ترى ما يصير هيك رجال صوته تعبان يمعودين وراء مجلس ثلاث ليالي يلا ملة يلا فوت سالم بالأفراح بارك نبينا بالأفراح شارك علينا بالأفراح بارك نبينا بالأفراح شارك علينا بالأفراح بارك نبينا بالأفراح شارك علينا وهاي الولادة فرحة وسعادة هاي الولادة فرحة وسعادة قولوا بالأفراح بارك نبينا بالأفراح وشارك علينا بالأفراح شارك علينا وهاي الولادة فرحة وسعادة احنا إذا ما يجاوبون بعد ننزل إذا ما يشاركوننا ننزل يلا هاي الولادة فرحة وسعادة بالأفراح شارك نبينا بالأفراح بارك نبينا بالأفراح شارك علينا هاي الولادة فرحة وسعادة بارك الليلة النبي بمولد حفيدة وشارك الليلة علف فرحة وليدة ليلة بيها نولد نبراس العقيدة قوم بارك فاطمة الليلة السعيدة للإسلام ليلة وجودة للإسلام سر
وخلوده للإسلام، ليلة وجوده للإسلام، سر وخلوده ومنها امتدادة وفرحة وسعادة، منها امتدادة فرحة وسعادة. هلا وبالأفراح بارك علينا، بالأفراح شارك علينا، بالأفراح بارك نبينا، بالأفراح شارك علينا. وهاي الولادة فرحة وسعادة، قولوا هاي فرحة وسعادة. هاي ليلة من العمر وأحلى الليالي، قولوا قولوا هاي ليلة من العمر وأحلى الليالي، قولوا هاي ليلة. الله ينولي غالي ونبارك بيها غالي، ينولد غالي ونبارك. صار بعد الوالي للإسلام والي، عالي راس الدين باسمه ويبقى عالي، وعالي راس الدين باسمه ويبقى عالي. تهاني لهاي هاي المسية، تهاني الابن الزكية، تهاني هاي المسية، تهاني الابن الزكية. وكل شي عنادة فرحة وسعادة، كل شي عنادة بالافراح بارك، بالافراح بارك نبينا، شارك شارك علينا، بالافراح بارك شارك علينا. وهاي الولادة شنو؟ فرحة وسعادة. هاي الولادة فرحة وسعادة. يضوي من نور الحسن نور الولاية، بسمة رفت للنبي بكل قمة راية. هاي ليلة الحفظة أركان الهداية، ليلة بيها تباشر السوح المناية. بالأعياد تضوي قمرها، بالأعياد يخلص سهرها، بالأعياد تضوي قمرها، وبالأعياد يخلص سهرها. وليلة عبادة فرحة وسعادة، ليلة عبادة فرحة وسعادة، ليلة عبادة والله، ليلة عبادة فرحة وسعادة. يلا بالافراح بارك نبينا، بالافراح شارك علينا، بالافراح عافية شارك علينا. وهاي الولادة فرحة والله، هاي عافية. بالحسن بارك علي وام الزكية، بالحسن بارك علي وام الزكية، بالحسن بارك علي وام الله الله. وشارك الزهرة فرح حامل حمية، وارفع ايدك واندع لرب البرية، ارفع ايدك ارفع ايدك واندع لرب يحمي هذا البلد من الناصبية، يحمي هذا الناصبية. والله إلهي صير لها ناصر، إلهي هاي الشعائر، إلهي صير لها ناصر، إلهي هاي الشعائر. وبها الريادة فرحة وسعادة، بها الريادة والله فرحة خادم بالأفراح هاي أو بالأفراح بارك نبينا، بالأفراح شارك علينا، بالأفراح بارك نبينا، بالأفراح شارك علي. أو هاي الولادة فرحة وسعادة، قولوا هاي. تعبتوا شنكم تعبتوا. بالحسن بارك علي وام الزكية، وشارك الزهرة فرح حامل حمية، وارفع ايدك واندع لرب البرية، ارفع ايدك واندع لرب البرية. يحمي هذا البلد من الناصبية، يحمي هذا أعد
علي العباس الميرود يحمي هذا البلد من الناصبية وياها صفقة يحمي هذا البلد من الناصبية الله يحميها أسرع يحمي هذا البلد من والله أو إلهي صير لها ناصر إلهي هاي الشعائر إلهي صير لها ناصر إلهي هاي الشعائر وبها الريادة فرحة وسعادة بها الريادة اي رب وبجاه الحسن تنصر حشدنا رب وبجاه الحسن قولوا ربي وبجاه الحسن ربي وبجاه الحسن براس مرفوع وفخر ترجع ولدنا براس مرفوع وفخر ترجع ولد اي ندعي من اهل الكفر تحفظ بلدنا ندعي من اهل الكفر وتنتقم من الظلمنا وصار ضدنا الله. تنتقم من الظلمنا وصار ضد بجاهك ما ظلنا واصب بجاهك والشيعي غالب بجاهك ما ظلنا واصب بجاهك والشيعي غالب وتحفظ بلاده فرحة وسعادة تحفظ بلاده والله وبالافراح بارك نبينا بالافراح وشارك علينا هلا بالافراح بارك نبينا بالافراح شارك علينا وهاي الولادة فرحة قولوا هاي الولادة هاي الولادة فرحة يلا بالافراح شارك نبينا بالافراح وبارك بالافراح شارك حيدرنا علي حيدر حيدرنا علي حيدر حيدرنا علي حيدر حيدرنا علي حيدر بس هو الولي بس هو الولي سمع عادلي سمع عادلي حيدر سمع عادلي حيدرنا علي حيدر حيدر صبقه بس هو الولي بس هو الولي سمع عاذلي سمع عاذلي اي سمع عاذلي سهرة فاطمة سهرة فاطمة هاي ام الحسن هاي ام الحسن ايدك تجلي هالمحن تجلي هالمحن تجلي هالمحن اسمع يلتحب سهرة اسمع يلتحب لا تتركنا هجم لا تتركنا صلوات صلوات على محمد وعليه صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد حيدر 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 علي حيدر دق على راسك على راسك خليه فرح حيدرنا علي حيدرنا علي بس هو الولي هسه شوي بعد اقوى صفقه وصوت ها حجه من بعد مهني مولده كلنا نعاهده كلنا نسانده كلنا نعاوده كلنا نعاوده شو نقول يا حجة الله واحلى امانينا يا حجة الله واحلى امانينا ايه والفرحة تحلى بمولدك يا ابن الزكية والفرحة تحلى بمولدك يا ابن الزكية ايه والفرحة تحلى بمولدك الك 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 على براحتك والله الك والفرحة تحلى بمولدك سوى سوى مقامك من مقامك ما يصير وصار مقامك من مقامك ما يصير وصار ويرجع يرجع من ذهب لا ما يظل حجار يرجع من ذهب لا ما يظل حجار لا
لازم يمر يوم الطوفك الزوار والمولد بيك يقيمونه والمولد بيك يقيمونه والمولد بيك للتسأل عن شيخ الماي ايه اسمع بعد طوك عشرة يلا راح الزواج ليل اسمع اسمع خلوه خلوه براحتك هاي العشرة انا وياك بالنص للتسأل عن شيخ الماي ايه وين هذا طالع من ظهر الوفاي ماي وما يروى بماي اي والله متقمط عباس بجود لابو فاضل لابو فاضل ها من حيدر للطف مولود بالطف لحسين مرايا شي يقول اسمع لو صارت ظلمة على الناس خلي يطلع صاحوا عباس قمرة تصير من عيونه كهرب وضواغ محلي وزينب زينب قد ما تنظر بين ليش بس ولد اختي يشبهونه بلا سيف يمر طيف مشي بلا مهرته الله الله الحلم بيخليه يدور رقبته اخوتها ولك شنت اخوتها علي العباس الما يذب لحم بهذا الرباط صفقه وهوس عباس يا شيخ الزلم يا شيخ الزلم عباس يا شيخ الزلم أعلى ادريج عباس يا شيخ الزلم بعد المظالم عباس يا شيخ الزلم لا 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 هذا أبو فاضل أبو فاضل أبو فاضل تعرف شنو العباس يلا شباب يلا أبو فاضل خلي توصل الكلمه عباس يا شيخ الزلم ها ادريج ادريج يا عفية يا عباس يا شيخ الزلم كلمة يا ابو راس الحار صدق بس عليك تلوق والعباس صدق اي والله يا ابو فاضل كلمة يا ابو راس الحار صدق بس عليك تلوق والرادو دليل الهاي مثلك بشر ما مخلوق يوم ننزلوا راسك لقوا راس الرمح محروق ايه عباس ايه 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 واشتعلت بي نار الغيرة واشتعلت بي نار الغيرة واشتعلت بي اعلى اعلى اشتعلت بي نار الغيرة واشتعلت بي لا لا هذا مو قبول قوم يلا قوم حيو حيو بالصلاة على محمد وآل محمد اي حيدر اسمع 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 ايش قال علي بن ابي طالب سلام الله عليه اسمع عليك الحسين تسمع حيدر يوم الصار ايش قال لابو فاضل شو يقول ايش قال بالبيت الشاب الشلال الله 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 تروي العطشان وصافه اسمع فدوه اسمع حيدر يوم الصار اش قال بالبيت اش جاب الشلال الشلال تروي العطشان وصافة ايه ما نحتاج لأي فانوس نعم ضي وجه الكاف المتروس زمزم يا فيض شفاف اول فارس ما الاخيال تروي حروف اش ما تنقال يلصف من كل كتاره اسمع بلطف ذر الجيش رماد مثل العمي اليوم صياد
موت بلمعة بتارة. عباس اسمع 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 عباس رباط الوفا. اسمع 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 عباس سيفك عاصفة. عباس رباط الوفا سيفك عاصفة. عباس رباط الوفا رباط الوفا. هاي يسمونه ابن البدوية سمونا 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 ها سمونا ابن البدوية سمونا غيرها 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 سمونا ابن البدوية ثوب غيرها. اسمع اسمع غيرها يلا ثوب الخوة عد عباس ثوب الخوة عد عباس غطى العباس وفراشه الزهرة الحاكتة لحسين وحيدر فصل قماشه وبيده لبسه جبريل للعباس دشداشه ولطف ضمها وعيد بيها للطف ضمها وعيد بيها للطف ضمها طف ضمها وعيد بيها للطف ضمها لزمها 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 الراية ابو فاضل لزمها الراية ابو فاضل وشق صدر الزلم بيها لزمها الراية ابو فاضل وشق صدر الزلم بيها ومن كثر الزعل مطبوع جف بخشب ساريها ما كان راية بيده تقول والله ما كان راية راية بيده تقول كان زينب وحاميها وشلون تطيح اخته من ايده وشلون تطيح اخته من ايده وش تطيح اخته من ايده وشلون تطيح شلون الطيب الجنة المنزلة عباس الجنة المنزلة عباس ايه حارة منزلة شتنطي تسمعني لولا هاي شوي وجهك السماعة جاي تون علينا أذتنا الجنة المنزلة عباس ايه حارة منزلة شتنطي ولو مثنين سادتها سيد ثالث تخليه لو مثنين سادتها سيد ثالث تخليه ولو ما حيدر بالباب لو ما علي بباب الجنة لو ما حيدر بالباب ترى كان بابها تخليه وسلم الباب ومفتاحه وسلم الباب ومفتاحه وسلم الباب هاي الليالة تعبوا تعبوا شنون خلص تعبوا اي كافي كافي لا تعبتم هاي الليالة فرحة وكلها فرحانة ايه واللي يحب الرسول يعيد ويانا نعم حتى الطير ظل يخفق ايه ابن زوره حتى الطير ظل يخفق بجنحانه ايه والكل معيده بميلاده والكل معيده ميلاده والكل معيده لو ناخذ نبي ويحسين تسمعون له مو بس هوسه
لو ناخذ نبي ويحسين بالمقياس خشب عصاة موسى وعصة العباس، لو ناخذ نبي ويحسين بالمقياس خشب عصاة موسى وعصة العباس، شمرها بنز لمهم وخذ بيهم باس وبلعتهم كلهم عصاة بلعتهم كلهم عصاة بلعتهم كل. بسم الله الرحمن الرحيم جميعا. أمن يجيب ويكشف السوء، أمن يجيب يا كاشف السوء والبلوى، يا مفرج الهم يا كاشف الغم، شافي مرضانا اقضي حوائجنا سد ديننا، من ليس له ذرية ارزقه ولدا صالحا بارا تقيا يكون خادما من خدمة الحسين وجنديا من جنود الحج عجل الله تعالى فرجه. اللهم احفظ جيشنا وحشدنا وجميع فصائل المقاومة، من أسس هذا المحفل المبارك الشريف ارزقه رزقا واسعا واقض حوائجه يا الله، وإلى أرواح أمواتكم جميعا الفاتحة مع الصلوات.